الدرجه الاولى حق المكتب الوطني للسلامه الصحيه والمنتجات الغذائيه، المكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه باقليم بوجور، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، فونداسيون كوسمو فرع، جهه المنطقه الحمراء، المندوبيه الاقليميه للصناعه والتجاره باقليم بوجور، العديد من المؤسسات الخاصه. طرف زبناء ديال 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 المعرض الدولي للمطر، والحمد لله كان البيع الحمد لله كان متوفر، وكانت الحمد لله يعني كانوا الزوار الحمد لله يعني بزاف هنايا في المعرض الدولي ديال المطر. بالنسبه لنا احنا الاهداف ديال المشروع ديالنا هو تحسين جوده المنتوج وعصرنا فيه، ادماج المراه في سوق الشغل، مساهمه فعاله في ضمان السياده الغذائيه للبلد. ومن ضمن ايضا الاهداف ديالنا هو الرفع من 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 الانتاج السنوي من 50 طن حتى 300 طن سنويا، وتحسين يعني دخل المستفيدات حتى 1500 درهم سنويا، وإعداد 14 ألف عمل إضافي.